لا تخافوا، لقد وصل كابتن جوي العظيم لإنقاذ حياتكم. مع جوي حياتكم بأمان. شو مع جوي؟ يا الله مش عم تزبط. كمال برو بس اعطيني دقيقة، خليني بس دقيقة. لا تخافوا، لقد وصل كابتن جوي العظيم. مع جوي حياتكم بأمان. لا مش مع جوي، مع كابتن جوي حياتكم بأمان. مش عم تزبط أبدا كمال. خي بس دقيقة تنعمل هالدور، من دقيقة مش عم بعرف مثله. هلا أنت من كل عقلك مفكر إنه أنت رح تربح؟ نعم. تركني أتمرن وكفي المعزوفة تبعي على الآخر. كمال خلينا أعطيك درس. كل العالم بدق بيانو وجيتار، بس مش كل العالم قوية بالتمثيل الارتجالي، فاللي رح يربح هو أنا. فعمول معروف كي، عمول معروف الكابتن جوي هو رح يربح. جايز وقفوا مخانقة بعدين، إنه خلوني ركز على لوحتي الجميلة، بدها شوي بتخلص. أنا بسمعت بمسابقة المواهب، اشتريت كل الأغراض وألوان كتير كتيرة، فأنا أكيد إن موهبتي مميزة. ف يعني ما تعذبوا حالكم وتتخانقوا أو تتمرنوا، يعني لأنه أنا أكيد رح أربح يعني بالنهاية. كيانا يعني إن شاء الله تربحي. أنا صراحة عم تمرن كتير، إذا تمرنت بعد ندفع ممكن تطير صدقيني. بونجور كيفك؟ سافا تمام؟ شو ليه مش عم تحضري شيء؟ شو بدي احضر؟ جويس؟ انه تطبخي شيء، تعمري شيء، ما بعرف يعني. انا بدي اسالك شو بدك تحضري؟ جويس كأن ما بتعرفي انه عندنا مسابقة مواهب وكنا بلشنا نتمرن ونحضر يعني، ليه انت بعد ما بلشتي؟ ليك مثلا انا عم برسم. انا بقول ما بدها تشارك هالسنه، جويس قررت ما تشارك لانه هي بعتقد ما عندها مواهب اصلا. جوي بلا مزح، اكيد جويس عندها مواهب كثير وعندها موهبه رائعه لانه صوتها كثير حلو، وانا اكيد انه انت رح تشاركي، ما هيك جويس؟ صح. لكن ليش مش عم تتمرني؟ جوي انا ما بدي اتمرن لانه اذا تمرنت صوتي بيروح، وإذا نبح بح بح ما بقى فينا لا رنيم ولا أقدر أربح. جويس ما فهمت شي صراحة يعني. بكل بساطة أنا إذا تمرنت هلأ بيروح صوتي. بس جويس أنا ما بعتقد إنه يعني قرارك هيدا مناسب، لأن كل شيء بده التمرين خاصة الصوت، يعني إذا هلا ما تمرنت على أضرب أبداً ما حيكون فيك ترنمة. يعني أنا بفهم منك إنه بدك تشاركي بالمسابقة، بس من وراء خوفك على صوتك قررت ما تتمرني. يعني أنا بهنيك. خلص شوي، أنا جيت هون لأشرب شاياتي، بس أنتوا عم بتلهوني وعم بيروح صوتي أكتر، فبتعرفوا شو؟ أنا رايح. باي جايز. باي. قصة وحزورة. واو جايز ربحنا ربحنا. ووهو كثير مبسوطة، ربحت المرتبة الأولى. مبروك كيانا، هلا رسمتك رح ينعرضوا بالمدرسة بكثير مطارح، رح يجوا الناس ويشترون كمان. مبروك لك كمال كمال، أنت قد ما كانوا معزوفاتك حلوين رح يسجلوا لك اياهم كلهم على السي دي. هي هي جايز، ما أنا كمان ربحت، شو نسيتوني؟ مبروك جوي. يا ميرسي، وانا كمان قالوا لي رح يصيروا يعزمون على كل حفلات اعياد الميلاد تبع الاولاد بالمدرسه، ويصير روح اعمل لهم وقت كثير حلو ونمثل معهم ونلعب معهم وممكن حتى اطير معهم. جويس كلنا كنا متوقعين انه هيك يصير. شو؟ يعني انت كنت عارفة انه رح اخسر؟ كيانا تجرست، ما عرفت وين بدي بلش،
ونسيت اللحن. انه جوي شو مفكرة انا اذا ما تمرنت؟ اكيد هيك كان رح يصير. ما جوي انا كنت خايفة انه الاستاذ يغضب ويقول لي ليه ما ليه صوتك رايح؟ لهيك ما كنت عم بتمرن. دقيقة. يعني انت كنت خيفانة من الاستاذ؟ بس جويس خليني اقول لك شيء، اللي عملتيه ما كان كثير صح. انت من ورا خوفك من الاستاذ رحت قررتي ما تتمرني كرمال ما تاذي صوتك، بس نتيجة ما كانت حلوه ابدا. انا كثير حزينه، ما بعرف شو بدي اعمل، ليه هيك عملت بحالي ما بعرف. طب جويس بتعرفي شو، مش كلنا بنغلط اوقات، وانا في كثير أوقات بحياتي كان في أشياء لازم أحضر لها وما حضرت لها أبداً واستخفيت كتير، بس هالمرة أنا تعبت كرمال هيك ربحت. نفس الشيء كيانا وكمال، وأنا مأكد لو في فرصة تانية وفي غير مسابقة أنت أكيد رح تتمرني وترنمي ويطلع صوتك كتير كتير حلو، صح يا جويس؟ صح، وأنا بعدكم مرتجي إنه رح كون عم بتمرن وهيك. Thank you جويس. أنه انا اكيد انه انت تعلمت درس لمرت الجاي انه دائما لازم تحضري، ومش انه لازم تستخدمي الاشياء المواهب اللي عندك اياها بدل ما تخافي عليهم وما تستخدميهم. ثانك يو عن جد كيانا لانكم عم تحسوا معي انت وجوي.